أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي حصولها على شهادة الجودة ISO المطابقة الدولية لنظم إدارة الجودة طبقاً للمواصفات، باعتبار الشهادة الوسيلة الناجحة لتحقيق مفهوم الجودة الكاملة. وقال رئيس مجلس الإدارة الدكتور هلال الساير إن الجمعية حريصة على تحقيق هدفها في الحصول على الشهادة، رغبة في تحسين أداء العمل وحماية أمن المعلومات ومركز البيانات. وأضاف الساير أن الجمعية بذلت الكثير لمواكبة التطور العلمي في تكنولوجيا المعلومات لتكون دائما مستعدة لمواجهة الصعاب وتقديم أفضل الحلول التقنية والفنية.